كل ما ننضم إلينا نتناول فيها موضوع تصريف الطاقات، أو خلينا نقول صراف الطاقات اللي دكتور إبراهيم، الطاقات السلبية طبعا، اللي دكتور إبراهيم اليوم بيعطينا فيه مهارات كيفية تحويل الانفعالات والصدمات والمنغصات إلى طاقة إيجابية نستفيد منها إن شاء الله في حياتنا بشكل أفضل. دكتور، نعود إلى بعض المداخلات اللي جاتنا قبل قليل. حضرتك من سياق كلامك في أول الحلقة قبل المداخلات قلت يجب أن يكون هناك صديق صدوق، نعم، كنوع من أنواع التصريف. وسألنا أبو محمد نفس الإطار، قال أنا كيف أختار صديقي ومن هو الصديق الصدوق، وأضاف إلى ذلك سؤال آخر، قال لك كيف أحب نفسي. نعم صح. شوف، هو البداية أن تحب نفسك. نعم. يعني عمر رضي الله عنه كان يحب نفسه، وكان يرى أنه يحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، إلا هذه يا عمر، حبني أنا قبلك، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المنهج. فأصبح من علامات حب عمر لنفسه أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يحب نفسه يقدم مصلحته، الذي يحب نفسه يقدم لها الخير ويحرص على أنها تأتي المعروف وتزيد أرصدتها عند الله عز وجل، وأنها ما تتعرض لغضب الله عز وجل، وأنه تفر إليه، وأنها تستثمر طاقتها بشكل إيجابي حتى تعمر الأرض، لأن هذا مقصدنا، مقصد وجودنا في الدنيا أن احنا نخلف الله في أرضه فنعمرها. صحيح. اللي يحب نفسه دائما تشوفه حريص على أن يذكرها دائما بالصح بالصواب، ويشغل النفس اللوامة عليها ويبدأ يحاسبها، ولا يرضى أبدا، يطمئن إذا وجد منها معصية ما يرتاح لبال حتى يحدث توبة. إحنا بشر نخطئ، ويوجد التوبة، إحنا نخطئ قد نعصي، فعلى طول هو وراها في المتابعة، ولا يفقد أمل بالله عز وجل. طيب، ولأنه يحب نفسه تشوف دائما الناس بالسوق لما يجي يوقف في السوبر ماركت عشان ياخذ الفواكه ما ينقي اي فاكهه، صح؟ صح. يعني من علامات حب النفس انك تنقي الاطايب الافضل، تاخذ المانجا الزينه وتاخذ التفاحه الزينه، وحتى لو اكتشفت ان فيها ضربه ترجعها وتاخذ كذا. ها، فاحنا كما ننتقي اطايب الفواكه والثمار، علينا ان ننتقي اطايب الاصدقاء بالمعيار نفسه اللي ينميني. يعني اختار صديق اللي ينميني، الصديق الذي لا ينميني ما له لازمه. يعني الصديق الضحوك الفكاهه، صاحب الفكاهه المزوح اللي والله كذا ما ينمي. الناس اليوم تحرص مجال التنميه عندها الفلوس، ومجال التنميه عندها المصالح، ولذلك هم حريصون على من ينمي مصالحهم. احنا بنقول الذي يحب نفسه حقا والذي يحرص على ما ينميها، ما ينمي، فيدور الصديق اللي يجد عنده الحكمه، يدور الصديق اللي يجد، الصديق اللي يجد عنده النصح الطيب. نعم. حتى وإن أزعجني، بالمناسبة النصح الطيب من صفاته أنه يزعجني، لأنه صريح، لأنه صريح وأنا ناقص. فيجي واحد مثلا يقول لي، يعني يهذبني، يعيني على تزكية نفسي وتعديله. فالشاهد أنه رأس الأمر أنك تحب نفسك، فإن أحببت نفسك ستختار، ستملأ السلة، سلة التبضع والمشتريات ستملأها بكل نافع، ومن النافعين الأصدقاء، ومن حتى الزوجة لما تجي تختار الزوجة حتختارها بما يصلح نفسك. صحيح. هناك من يغش نفسه، يدور الجميلة بغض النظر عن خلق، يدور الحسيبة بغض النظر عن الدين، يدور الغنية مثلا الكذا بغض النظر عن ما يصلح دينه. ثم بعدين يولول، لا، أنت أخي الكريم معيارك لحب نفسك معيار مزيف. هناك من يدعي حب نفسه ولكنه يغشها، وهو الأناني أو المضيع، وهناك من يحبها حقا، ولأن يحبها حقا تجد أنه يعني مثلا يسهرها في قيام ليل، يصومها، يجوعها في صيام. صحيح. يخليها تبذل ما تحب من مال. صحيح. للرفعة عند الله. صحيح. عز وجل يصحيها الفجر. صحيح. الصيف ليله قصير، القوم فيه صعب، القومة فيه صعبة، لأنه يحبها فتشوفه يتعبها. ليش يتعبها؟ حتى يزكيها. معيار الحب هو أنت إيش كثر ترتقي عند الله، إيش كثر الرصيد يرتفع، كم يرتفع، هذا هو معيار الحب الحقيقي. فيما عدا ذلك هذا كله وساويس وكله كلام يعني ما... طيب. بناء عليه يتم اختيار الصديق بهالمنظور. وإن اخترته بهالمنظور، يعني الله جل وعلا أمر نبيه أن يصبر نفسه. أولا الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، احرص على أهل الصدق. لا. وأهل الصدق لهم أماكن
يعني الله لما ذكر الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وين الكلام كله؟ وين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. النور هناك، وكل من هو في ذلك المسجد ملتزم سيكون، ستجد منهم، ستجد منهم، حتى ما أعمم، أنا ما أعلم نوايا الناس، ستجد هذا موطن النوريين، هذا موطن أهل البصيرة. شوف، لذلك ربي جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وين؟ في هالمكان أيضا نفسه اللي اسمه المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرب العالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طب وين ألقاهم دولة؟ مرة ثانية في المكان اللي فيه الله نور السماوات والأرض، في هذا المسجد. فإذا هذا المكان عندما تريد أن تختار الصديق الصدوق الناصح الأمين الذي يحرص عليك ويحرص أن يرفعك وينميك، تبحث عنه في مكانه. مو معقول ألقاه مثلا حش السامعين أو المشاهدين في بار، ولا أجده والله في مكان مثلا ماخور، ولا أجده والله مكان في أي مكان حي الله. هذا معناها بضاعتي فاسدة، زي اللي يجي للجمعية ويدور البضايع الفاسدة ويحطها في سلته. هي إذن هو معيار، يرتقي ذوقي، فإذا ما ارتقى ذوقي امتلأت سلتي بكل طيب من المقتنيات. نعم. طيب بالنسبة للضحك والبكاء، وسؤال الأخ علي من الشارقة، يعني هل ممكن يعتبر الضحك والبكاء هو نوع من أنواع التصريف للطاقات؟ لا ستي، شوفي، هو عنده بس صدمات، عنده الصدمات يحدث نوع من بسميها الهشاشة الانفعالية عند الإنسان. يعني تصبح انفعالاته متداخلة، يعني الصراف يبدأ الكمبيوتر فيه يضرب، يضرب الكمبيوتر فيه، يعني يبدأ يتلخبط. هذه لفترة بسيطة ثم ينصرف. لكن الـ يعني هناك تدريبات تخلي الإنسان يكون متحكم. يعني اللي يجد في نفسه هذا فليعلم أنه يحتاج إلى أنه يجالس نفسه أكثر ويحاسبها أكثر ويقومها أكثر ويعلمها كيف تنفعل بشكل أدق. لأنه في كتاب تحفة الوزراء مثلا، شوف يخذيه الله، يقول لك ومن صفات الوزير، يصف الوزير للخليفة أو للسلطان، يقول كيف تختار وزير؟ قال ومن صفاته ألا يستخفه الفرح. قال كيف يستخف الفرح؟ قال لنفترض أنه صار له 40 سنة ما رزق الولد، ما جاء الولد، ثم بشر بالولد وهو في مجلس السلطان أو في مجلس، فإن قام من مجلسه وجلس، يعني قال ها وجلس، فقد استخفه الفرح، هذا ما يصلح وزير. يعني يتكلموا عن مين؟ يعني ذولا نازلين من السماء؟ لا، هؤلاء قوم يدربون على ذلك، قوم يدربون. أنت تجلسين الحين في بعض المجالس السلطانية أو مجالس الملوك والهذا، تشوفين الناس جالسين كأن على رؤوسهم الطير، إيش منه؟ هذا تدريب. هناك بعض المجتمعات الأطفال فيها يجلسون في المجالس كأن على رؤوسهم الطير، هذا تدريب. أن الإنسان تجي بالمصيبة ما تقعد في بعض المجتمعات يجي الواحد يوقف يلطم في نص المجلس، وبعض المجتمعات تجد أنهم يسرون إلى بعضهم بالمصيبة، يقول له ترى الوالدة توفت، يقول لها الله حول ولا قوة إلا بالله، ثم ينصرف دون أن يشعر به ضيوفه. ليش؟ هو جامد إحساس؟ لا، مش جامد إحساس، هو مدرب على أن يتعامل مع انفعالاته بشكل طيب، وأيضا أن يغير انفعالاته من انفعال إلى انفعال. طيب. يعني يجي خبر الوالدة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمها رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا، ويكون يعني حل الرضا في صدره على طول وينتقل. الشاهد أن هذه تدريبات يقوم فيها الناس عندما يجالسون أنفسهم لتزكيتها. طيب، ناخذ مكالمة من إيطاليا. أم أمينة، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. نعم. جزاكم الله خير على هذه المكالمة. يا سلام. تفضلي. وسؤالي هو، صديقة لي تأتي عندنا ولديها طفل يضرب أبناءنا كثيرا ويقول كلام غير ملائم ويؤثر ذلك على أبنائنا، فماذا يجب علينا أن نفعل؟ إن شاء الله. حاضر.